بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ما تكلمنا عن تمهيد للفليكسبل لاي اوت، اليوم الحلقة تحت العنوان Calculating Percentage Values، هنحاول نحسب فيها النسب المئوية للتصميم. هنمهد لمجموعة نقط كده يا جماعة، الحلقة ديت بصراحة عايزة واحد مركز. نسبة كبيرة من تصميمات من اللاي اوتس الفليكسبل بتبقى مشابهة لحد كبير بالفيكسد لاي اوت، باستثناء امر واحد اللي هو خاص بالنسب المئوية اللي انت محتاجها للعناصر بتاعتك. الامر ده هو اللي هيشكل الفرق واللي هيشكل برضه مستوى الصعوبة في القصة. فانت بدل ما تحط قيم بالبكسل زي ما انت كنت متعود في الفيكسد، لا، المرة دي بقى هتبتدي تستعيض عن الامر ده بان انت تحط برسنتج فاليوز، قيم نسب مئوية للعروض والبادنج والمارجن والحاجات ديت. طيب اوكي، مش معنى كده ان انت مش هتستخدم فيها ارقام فيكسد، بس انا بنقول ان العروض والبادنج والمارجنز هي اللي هتكون ان برسنتج، انما ممكن تستخدم البيكسل في الخطوط والكلام ده يا جماعه. انا اقصد الحاجات اللي هتبقى فليكسبل معاك هي اللي انت هتستخدم فيها البرسنتج فاليوز. طيب هنحاول نشتغل على 2 كولومنز على نفس الموقع اللي احنا كنا شغالين عليه، بس هنحاول نشرح الميكانيزم ده لغاية لما ان شاء الله بإذن الله نلاقي فكرة تانية. هتكون وحدة الجريد بتاعنا يا جماعة 10 بكسل مش 16 بكسل. ترجع تقول لي بكسل تاني، هوضح الفكرة ديت يا جماعة، بس ده من باب التسهيل في الديزاين. انا بقول لي هنشتغل على وحدة، تقول لي وحدة ليه وانا هنشتغل على جريد؟ اقول لك في جريد، بس من باب التسهيل انا بنقول 10 بكسل يا جماعة علشان اسهل، تبقى الامور سهلة عليا وانا بجري العمليات الرياضية مش اكتر. اول حاجه نحاول نحددها يا جماعه تارجت ريزوليوشن. تارجت ريزوليوشن يعني ايه؟ تارجت ريزوليوشن، فاكرين يا جماعه التارجت ريزوليوشن ديت اللي هو كان 960 بكسل؟ ترجع تقول لي ايه القصه بكسل بكسل بكسل؟ امال انت بتقول احنا شغالين بيرسنتج ازاي وانت بتتكلم عن بكسل وتارجت ريزوليوشن؟ طيب هقول ان في الفيكسد اول حاجه كنا بنحددها التارجت ريزوليوشن. وفايدة التارجت ريزوليوشن يا جماعة، طالما انا شغال ليكويد هقول لحضرتك هيساعدك في تحديد الباندنج والمارجن، ويبقى عندك مرجع هو هيكون المرجع بتاعك، بحيث انت لما تيجي تحسب 10% من نسبة كبيرة هتحسب 10% من التارجت ريزوليوشن ده. يعني مثلا لو انت كنت شغال على درجة ريزوليوشن 960 بكسل وعايز تقول والله انا عندي بادنج 10 بكسل، هتروح عايز تحسب طيب ال 10 بكسل دي كام في المية من التصميم، فهترجع لمرجع، المرجع بتاعك هيكون هو التارجت ريزوليوشن، تمام؟ فاللي نعتبره 960 بكسل بس مش اكتر يا جماعه، من باب ان احنا يبقى عندنا مرجع نرجع له عشان نشوف النسب دي كيانها ايه بالظبط. مش هتبقى المسألة تخمين، المسألة هتبقى مبنية على عمليات رياضية أكتر. ديت فايدة التارجت ريزوليوشن يا جماعة. بعدين هنستخدم المقاسات الرياضية ديت علشان نجيب البرسنتج فاليو بتاعتها بناء على مين؟ بناء على العرض العام اللي احنا كنا شغالين عليه اللي هو التارجت ريزوليوشن. طيب التارجت ريزوليوشن اللي احنا راح نشتغل عليه يا جماعة 960 بكسل، تمام كده؟ جميل خالص، اوكي. الموقع بتاعنا عبارة عن 2 كولومنز لاي اوت، هنقسمه لنصين، النص اللي على اليمين يا جماعة عبارة عن 590 بكسل، وده اللي هيكون فيه النصوص الكتيرة، نفس اللاي اوت اللي فات يا جماعة مش هنختلف كتير عنه. العمود اللي على الشمال يا جماعة هيكون عبارة عن كام؟ 350 بكسل على الناحية الشمال. نيجي نجمع 590 زائد 350 يدينا 940، ناقص كام؟ ناقص 20 بكسل. 20 بكسل ديت يا جماعة هتكون عبارة عن ايه؟ هتكون عبارة عن الفرق ما بين الاتنين دولت، سواء كان بادنج سواء كان مارجن ايا يكن، المهم العمودين دولت مش راشقين في بعض، ده مش راشق في ده، ده وده ما بينهم عبارة عن 20 بكسل. متفقين يا جماعة؟ متفقين، الله المستعان. نيجي بقى نحسب النسب. طيب لما نيجي نحسب النسب يا جماعة هنعمل ايه؟
هنحسب نسبة العمود اللي على اليمين في الأول اللي هو اللون الأورنج ده يا جماعة من العرض العام 960 بكسل. السؤال يا جماعة هيكون عبارة عن إيه؟ السؤال هيكون كالتالي: ال 590 بكسل دي عبارة عن كام في المية من العرض العام 960 بكسل؟ جميل خالص. وعلشان نيجي نحسب الكلام ده بالرياضة كنا بنقول نعمله إزاي؟ كنا بنقول ده 590، ها نروح قاسمينها على العرض الكلي اللي هو العرض العام اللي هو 960 بكسل. الكلام ده اتماله يا جماعة، الكلام ده نروح ضاربينه في كام؟ ضاربينه في 100 عشان يطلع لنا الناتج بال100 في الاخر. والكلام ده انا بعد ما اجريته بالكالكيوليتر، لو انت كنت ناوي تحسبه خلونا نحسبه دلوقتي. هنقول يعني 590 مقسومة على 960 بيساوي، يديك رقم زي كده تروح ضارب الكلام ده في 100، ها هو بيساوي 61. عندي 61 تقريبا وكام في المية يا جماعة؟ و45. 61 و45 من 100. أولا عايز أقول للناس إن البراوزر بيهندل النسب المئوية من غير مشاكل، البراوزر بيتعامل مع البرسنتج فاليو، ما عندوش مشاكل يا جماعة، متفقين؟ ما فيش مشاكل في النقطة دي. النقطة الثانية من باب التسهيل، أنا هعمل تراوند، هعمل تجريب، يعني اقول ان الكلام ده يا جماعه تقريبا، ها عباره عن، انا عامل كنترول زد، انا اسف، الكلام ده يعني تقريبا، خلونا بس ايه نعمل سيلكشن او ناخد بتحديد الكلام ده ونوديه شويه يمين، ها ونقول يعني يا جماعه، ونجيب الكلام مره ثانيه، الكلام ده يعني تقريبا، ها 62، 62%، متفقين؟ هي ايه حذفت مني شوية شمال، معلش انا اسف، 62%، تمام يا جماعة. اوكي، يعني العرض بتاع ده كله نمسك ال 62 نقول ده بيساوي 62%، ده كله ال 590 دي كلها عبارة عن 62% من العرض العام 960 بكسل. نفس القصة يا جماعة هعملها مع ال 350. السؤال هيكون ازاي؟ هيكون ال 350 بكسل ديت عبارة عن كام في المية من العرض العام 960 بكسل؟ هنقول يبقى 350 مقسوم على 960 مضروبة في 100، يديني كام؟ يديني 36 و4 5 8، نفس الكلام ده بالظبط. راح انا محولها عشان تكون كام؟ محولها علشان تبقى 37. يعني لو نكتب القصة ديت انا مرة تانية هنا، هنقول يعني انا عايزين 350 مقسومة على 960 مضروب الكلام ده في كام؟ الكلام ده مضروب في 100. الكلام ده لو انت طلعته بالآلة الحاسبة وانا حسبته قبل منك هيكون عبارة عن كام؟ هيكون عبارة عن 36 وعلامة عشرية برضو 4 5، او كمان تقريبا 4 6، يعني برضو تقريبا يا جماعة كام؟ تقريبا حركة 37%، متفقين؟ 37%، جميل خالص. نيجي نعمل ايه يا جماعه؟ كده باجي كام؟ كده باجي انا كده حسبت مين؟ انا كده حسبت العمود اللي على اليمين الاورنج والعمود اللي على الشمال الاخضر، باجي لي مين؟ باجي لي احسب القصه اللي في النص ده اللي هي كانت عباره عن كام؟ ال 20 بكسل. ونفس المشهد يا جماعه، ال 20 نحسبها ازاي؟ زي ما حسبنا النقطتين اللي فاتوا دولت، نقول عايزين نحسب ال 20، نقول 20 مقسوم على العرض الكلي 960 بكسل مضروب الكلام ده في 100 عشان تطلع لنا النسبه المئويه بتاعتها في الاخر. الكلام ده يا جماعه هيطلع لك بكام؟ هيطلع لك بعد التجريب هيطلع لك ب 2%، متفقين؟ جميل خالص. نيجي نحسب الكلام ده يا جماعة، نلاقي ان ده 2% وده 37% وده 62%، الكلام ده يديني كام؟ يديني 101%، والكلام ده يعمل لي اوفر فلو على الكونتنت، فما فيش حاجة اسمها 101، المفروض ال 960 بكسل تتمثل ب 100%، عشان كده انا اروح منقص ال 37 ديت منها واحد، خصم منها واحد، فعشان كده تبقى كام؟ انا هخلي ال 37 ديت يا جماعة 36%، يبقى 36% و2% 38، 38 و62 اديني 100% يا جماعه. فعشان كده انا هقول ان ال 350 ديت يا جماعه عباره عن 36%، تمام؟ وال 20 ديت يا جماعه عباره عن كام؟ عباره عن 2%، تمام كده؟ كده انا بكون جبت النسب، كده يا جماعه انا بكون جبت النسب اللي من فوق. يا رب تكون الامور واضحه لغايه دلوقتي. جميل. نيجي بعدين طيب
نحسب القيم اللي من تحت. ايه هو انت هتعمل ايه من تحت؟ لسه هعمل شغل من تحت، لسه انا هضيف بادنج ومارجنز. طيب جميل خالص، انا هعمل ايه؟ هروح على العمود اللي على اليمين اللي هو الاورنج ده يا جماعه، اللي هو كام؟ اللي هو 590 يا جماعه. ديت هاخد منه 20 بكسل، 20 بكسل دي بتاعت من الناحيه اليمين اللي هو ايه؟ اللي هو البادنج على الناحيه اليمين اهو، العمود اللي انا بسحبه وبحطه ده يا جماعه، ها ده ال 20 بكسل اللي هتتحط. تمام؟ ديت عباره عن 20 بكسل. اوكي؟ يعني انا هطرح من 590 20 بكسل، هيتبقى كام يا جماعه؟ يتبقى معايا 570 بكسل، وده عباره عن ايه؟ ده عباره عن المسافه ديت كلها بس بعيده عن ال 20 بكسل. تمام؟ جميل. اجي بقى دلوقتي احسب البرسنتج فاليو. عندي نقطتين، عندي ال 20 بكسل عايز احسب لها البرسنتج فاليو، وعندي ال 570 بكسل عايز احسب لها البرسنتج فاليو. ها السؤال يا جماعه يتسال ازاي؟ ال 20، ناخد ال 20 دلوقتي اللي هي البادنج، ال 20 بكسل بادنج ديت عباره عن كم في الميه من ال 570؟ ده السؤال. وللاسف يا جماعه السؤال ديت مش صحيح، وللاسف يا جماعه النقطه ديت هي اللي بنجح فيها دايما، والنقطه ديت هي اللي بيقع فيها نسبة كبيرة جدا من الديزاينرز، والنقطة ديت هي اللي الكلام ده مش بتاعي، الكلام ده انا جايبه من جيمس ويليامسون يا جماعة. جيمس ويليامسون ده شخصية جميلة خالص، كان ليه باع كبير جدا في كورسات السي اس اس بالذات على وجه التحديد. على فكرة الكورس بتاع اللي اوت كله عبارة عن ترجمة لكورس بتاع سي اس اس لاي اوت تكنيكس بتاع مين؟ بتاع جيمس ويليامسون. انا ما جبتش حاجة من عندي يا جماعة، انا باخد الكلام اللي هو بيقوله بترجمه، حتى الارقام ديت على فكره بتاعته مش بتاعتي انا. تمام يا جماعه؟ بيقول يا جماعه الكلام ده مش هينفع. الغلطه بتاعت الديزاينرز اللي هم لما بيجوا يحسبوا البادنج بيحسبوا البادنج من فين؟ من الاليمنت اللي هم موجودين فيه، وده مش صحيح يا جماعه. عشان كده جيمس ويليامسون بيقص القاعده، بيقول القاعده يا جماعه المارجنز والبادنجز كالكيوليت ذير فاليوز از بيرسنتج اوف ذا بيرنت اليمنت. المارجن والبادنج يا جماعة علشان نحسب البرسنتج فاليو بتاعتهم بنحسب النسب بتاعتهم من البيرنت اليمنت، من الاليمنت اللي هم موجودين فيه. يعني بنحسب النسب بتاعتهم من البيرنت اليمنت، من الاليمنت اللي هم موجودين فيه، والكلام ده على البادنج والمارجن بس. يعني ايه الكلام ده يا جماعه؟ يعني المفروض اني احسب ال 20% او ال 20 بكسل ديت عباره عن كام في الميه من البيرنت اليمنت للاليمنت اللي هي موجوده فيه. طب الاليمنت اللي هي موجوده فيه ايه؟ اللي هو عباره عن الكولومن ده ال 570، البيرنت بتاعه مين؟ البيرنت بتاعه عباره عن ال 960 بكسل عرض كلي يا جماعة. يبقى المفروض السؤال يبقى ال 20 بكسل عبارة عن كم في المية من ال 960 بكسل؟ والإجابة احنا جاوبناها قبل كده، عبارة عن كم؟ عبارة عن 2% يا جماعة. جميل خالص. نيجي بعدين، أنا عندي كده 2% وقلت اني انا اساسا ال 590 ده عباره عن كام؟ عباره عن 62%، فيتبقى معايا كام يا جماعه؟ يتبقى معايا كام؟ يتبقى معايا 60%. دي كنترول سي، هنسخ انا ده واقول اني يتبقى معايا كام كده؟ يتبقى معايا 60%، لاني انا عندي 2% وهجمع عليها ايه؟ وهجمع عليها انا ال 60، فكده انا كده عرفت اطلع من فين؟ اطلع من القصه ديت. يعني ال 60 ديت عباره عن كام في الميه من ال 570؟ نفس القصه بتاعت ال 570 ديت عباره عن كام في الميه من بس اكشولي بالنسبه لل 570 لو جيت تحسبها المفروض تسال نفسك السؤال ده، ال 570 عباره عن كام في الميه من العرض الكلي؟ وده اللي احنا هنحاول نشوفه كمان شويه، مش عايزين نستعجل القصه ديت. بس انا بقول للناس اني انا حسبت البادنج والمارجن، والبادنج والمارجن على وجه الخصوص يا جماعه، البادنج والمارجن لما نيجي نحسبهم بنحسبهم من البيرنت اليمنت بتاع الاليمنت اللي هم موجودين فيه، يعني مش من الاليمنت اللي هم موجودين فيه، لا ده من البيرنت بتاعه من ابوه. تمام كده؟ وانا اكشولي ما عنديش كونتينر، فعشان كده حسبتهم من البادي اللي هو كان 960 بكسل، ولو كان عندي كونتينر كنت هديله 960 بكسل برضه عشان احكم التصميم بتاعي.
اتبقى معايا كام بعد ما حسبت ان دي 2% وانا عندي ان عرض العمود كله عباره عن 62%، فبنلبديه اني اقول ان ده عباره عن 60%. جميل خالص، نفس المشهد ده بالظبط هنحاول نكرره على العمود اللي على الشمال يا جماعه. طب عايزين نحسب ال 20 بكسل يا جماعه، ال 20 بكسل اللي انا هحطها باندنج او مارجن ما يهمنيش، باندنج او مارجن الاثنين واحد، على مين؟ على الناحيه اللي على الشمال. هقول اه ال 20 في ال 20 بكسل ديت عباره عن كام في الميه، ها عباره عن كام في الميه من كام؟ عباره عن كام في الميه من الايمنت، من البيرنت ايلمنت بتاع الايمنت اللي هي كانت موجوده فيه. يعني ال 20 في ال 20 بكسل عباره عن كام في الميه من 960، وانا لسه حاسبها برضه. ال 20 في ال 20 بكسل ديت عباره عن كام يا جماعه؟ ال 20 بكسل ديت عباره عن 2%. ممتاز خالص، جميل. خلونا بس ادي كنترول زد، نجيب الاثنين من ورا وال 20 هنا، ديت ال 20 وديت تبقى الاثنين جنب دي ال 2%. اوكي، يتبقى معايا البتاع القصة اللي باقية ديت. طيب اللي هي كام يا جماعة؟ اللي هي كانت عبارة عن لما أنا كنت طرحت اللي هي كانت عبارة عن 330 بكسل ديت، اللي هي إيه ال 350 بكسل عرض كلي، ورحت طارح منها أنا كام؟ 20 بكسل. بقى معايا كام؟ 350 ناقص 20 بكسل، بقى معايا 330 بكسل. ال 330 بكسل ديت أنا قلت يا جماعة إني أنا ال 20 بكسل دي مثلتني 2%، و2% ديت من اصل كام؟ من اصل 36%، فتبقى معايا كام يا جماعه؟ كنترول سي كنترول في بالظبط كده، تبقى معايا 34%. 34% فال 34 ديت هتمثل ال 330 بكسل. تمام؟ جميل خالص، كده انا بقى ايه؟ بكون خلصت الامور ديت. عايز نأصل المفهوم عشان الناس برضو ما تتلخبطش بالله يا جماعه. الكلام ده على البادنج والمارجن بس، لما بحب احسب حاجه بره كده بحسبها من العرض الكلي، يعني العروض بحسبها من العرض الكلي بتاع الاليمنت اللي هم موجودين فيه. متفقين يا جماعه؟ العرض الكلي يعني العرض بالبادنج، فاهمين؟ طيب مش فاهمين، طيب خلونا نصحح الامور شويه. وانا اكشولي بصراحه رحت جايب اتنين ديفيجن، وعندي ديفيجنين، اتنين ديفيجن يا جماعه. اوكي جميل، الاتنين ديفيجنز دولت خلونا نصغرهم شويه. الاتنين ديفيجنز دولت يا جماعه انا عايز، انا بقول اني انا مدينهم قيم بالبكسل، مدينهم اني هم عرضهم، طبعا انا بتكلم عن عرض 250 بكسل عرض و10 بكسل بادنج ليهم هم، وده برضه 250 بكسل عرض و10 بكسل بادنج ده ليه هو. انا بدأ بالبكسل، انا مش شغال بكسل، المفروض اني اجيب النسب المئويه بتاعت الكلام ديت يا جماعه. جميل، نجيب النسب المئويه بتاع الكلام ده ازاي؟ عندي نصين، عندي نص للبادنج وعندي نص لمين؟ نص للعرض الفعلي. طيب عرض البادنج هعمل فيه ايه؟ هروح ارجع للقاعده يا جماعه، بنقول البادنج والمارجن لما تيجي تحسب لهم نسب مئويه بتحسبها من فين؟ ما بتحسبهاش من البيرنت اليمنت اللي هم موجودين فيه، لا بتحسبها من البيرنت اليمنت بتاع الاليمنت اللي هم موجودين فيه. طيب فين الاليمنت اللي هم موجودين فيه؟ اللي هو الديفيجن ده. طب فين البيرنت بتاعه؟ البيرنت بتاعه اللي هو عباره عن مين يا جماعه؟ اكسلنت، البيرنت بتاعه اللي هو عباره عن 570 بكسل ده. فالسؤال يا جماعه هيكون عباره عن ايه؟ اه ال 10 بكسل دي عباره عن كام في الميه من 570 بكسل؟ فعشان كده هنروح جايلين اه يبقى 10 مقسومه على 570 مضروبه في 100 يدينا كام؟ يدينا 1.75%. يدينا الكلام ده كام يا جماعه؟ 1.75%. ناخد الكلام ده في كوبي ونلصقه، وانا هكتبها تاني 1.75%. اوكي جميل خالص، كده انا همسك ال 10 ديت ازجها شويه شمال واجيب ده 1.75%، ده البادنج بتاعها. نفس المشهد هنا يا جماعه هعمله كنترول سي كنترول في، 1.75%. طيب بالنسبه لل 250، اه ال 250 بقى انت هتحسبها اكشولي من العرض الكلي للديفيجن
للبيرنت اللي هم موجودين فيه. يعني مين العرض الكلي يا جماعة؟ العرض اللي هو واخد البادنج واخد كل القصة ديت، اللي هو مين؟ اللي هو 590 يا جماعة، عشان نركز بالله تاني. العرض الكلي بتاع العمود بالبادنج بتاعه ما بتحسبهاش من العرض بتاع العمود اللي هم موجودين فيه، بس البيرنت ايلمنت اللي هم موجودين من العرض الكلي اللي هو 590 يا جماعة، الكلي العمود بالبادنج بتاعه. عشان كده هيكون السؤال في ال 250، ال 250 ديت عباره عن كام في الميه من ال 590 يا جماعه؟ يعني هنقول 250 مقسومه على 590 يعني خلينا نكتبها ديت، ديت عباره عن 250 مقسومه على 590. الكلام ده كام يا جماعه؟ الكلام ده مضروب في كام؟ مضروب في 100. الكلام ده يطلع لك كام؟ الكلام ده يطلع لك 42.4. طيب نقف هنا ونروح نحسب المسألة من تاني. نحسب يعني ايه؟ يعني هنحسبها كده. نحسبها ازاي؟ يعني انت عندك ده، الكلام ده في المية، معناه 42.4% لمين؟ لأول شكل. يعني ده عبارة عن 42.4%. نجمع، انت عندك كام شكل؟ عندك شكلين. جميل خالص، يبقى 42 اول شكل 42.4، تجمع عليه برضو 42.4 اللي هو الشكل الثاني. جميل خالص. في حاجة تانية تتجمع؟ ما هو لسه جاي لك ان انت عندك بادنج، وانت جايب البادنج ب 1.75%، وهو جاي لك البادنج بشكل عام، يبقى في بادنج يمين وبادنج على الناحية الشمال، يبقى كل واحد من دول عبارة عن 1.75% يمين و1.75% شمال، يعني كام؟ يعني عبارة عن 3.5. طيب 3.5 للشكل ده و3.5 للشكل ده يديني بادنج كام؟ يديني 7 بادنج، يبقى انا اجمع الكلام ده على 7. طيب المجمل النهائي بتاع 42 و2 الكلام ده 42 و4 و42 و4 و7 يديني كام يا جماعة؟ الكلام ده يديني 91 و8 من 10. الكلام ده يديني 91 و8 من 10. يعني انا باجي لي كام عشان اوصل للمية يا جماعة؟ باجي لي 8 و2 من 10 علشان اوصل للمية. تمام، باجي لي 8 و2 من 10 عشان اقفل القطاع ده كله. طيب جميل، انت ناسي نقطة مهمة. ايه المسافة اللي ما بين الاتنين دولت؟ انا ماليش دخل بيها بادنج ولا مارجن، المهم في مسافة بين الاتنين، وفي الغالب هتكون مارجن. المسافة ما بين الاتنين دولت يا جماعة هتكون عبارة عن كام؟ انا نفرضها بانها عبارة عن 4%. فانا هاخد من 8 و2 من 10% ديت 4%، عشان يتبقى معايا كام؟ يتبقى معايا من القصة ديت يا جماعة 4.2. الأربعة واتنين من عشرة ديت اكشولي بصراحة هروح أعمل فيها إيه؟ أروح أقسمها على نصين وديها القيم الودس الأساسي اللي هو 42. يعني لو قسمتها على الاتنين يتبقى معايا كام؟ يتبقى معايا 2.1. هروح جامع على كل واحد من دول قيمته، فقيمة الاتنين واحد من عشرة، فال42 ديت 42.4 لما اجمع عليها 2.1 يديني كام يا جماعه؟ 42 و2 يديني 44.5. علشان كده انا حددت كده ال 250 ديت بكام؟ ب 44.5. فانا هاخد الكلام ده بكوبي، وكده بيجي معايا القصه ديت 44.5. الكلام ده لل 250 كده، دي تاخد 44.5. نفس المشهد برضو هديه للتانية هناك. وطبعا انا مش هنسى يا جماعة، مش هنسى النسبة اللي انا طرحتها اللي هي كانت عبارة عن كام يا جماعة؟ كنترول سي، ال 4% اللي هي كانت عبارة عن المسافة بادنج ما بين الاتنين، 4% بانينج او ال 4% المارجن اللي ما بين الاثنين دولت عشان افصل ما بينهم. هتسالني انت جبت ال 4% ديت من فين؟ اقول لك بصراحه انا جربت اثنين لقيتها قليله، فرحت كترتها شويه، ما كانش ينفع اقول ثلاثه لان ثلاثه هتبهدل لي الدنيا في القيم، فرحت حاطط اربعه. بصراحه ديت جربتها تجربه يا جماعه. ديت ببساطه اللي احنا عايزين نقوله. يا رب تكون الحلقه مفهومه بالله يا جماعه. حاولوا توقفوها وتوقفوا الحلقه وتسمعوها اكتر من مره، ولو حد عنده سؤال يا ريت يسجله. نتقابل ان شاء الله باذن الله الحلقه اللي جايه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.